كنت في السوق يا جماعة ولقيت أم نور جايبالي معاها البيض ده وبتقولي حطه تحت أم عاشور، ده بيض هجين. أم نور دي مين يا جماعة؟ أم نور دي واحدة متابعة عندي في القناة، من عندي من هنا من الفيوم، وأعرفها معرفة شخصية من القناة، ومن خلال الفيديو ده عايز أشكر أم نور على البيض. ممكن ناس كتير جدا تقول إن عدد البيض مثلا قليل او كده، بس يكفي ان هي فكرت او ان هي اهتمت. انا يا جماعة امبارح في السوق كنت روحت شريت الديك الرومي ده لاني محتاجه، يعني كنت عايز هدبحه وكده. الديك الرومي اللي ورا ده اللي انا قصه، اللي هو طبعا ما بينفش، ده طبعا انتوا عارفين اللي انا جايبه من خالتي، لان ده احنا هندبحه. عملت لكم فيديو وانا بشتريه، وكمان عملت لكم فيديو جولة في السوق، وكمان ان شاء الله بقى لما اجي اذبحه وكده هبقى اعمل لكم فيديو بالاسعار وكده. طبعا انا بسيبه يعني شويه يقف على السطح وكده علشان يغير طعمه وكده، يعني ما شاء الله هو ديك بلدي وحلو، وزنه وكل حاجه من الحاجات دي هنعرفها. وبعت يا كمان يا جماعه ذكر البط التاني، لان خلاص ده بسم الله ما شاء الله بقى بيطرق. مش عايز احرق لكم بقيه الفيديوهات، بس انا قلت بس اقول على حته الديك الرومي ده عشان لحد يسال. طبعا يا جماعه هو صباح ضرب. المهم يا جماعة في الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هنحط البيض بتاع أم نور تحت أم عاشور، وهنعرف الفرخة الرومي بتفقس على كام يوم، ونضيف لها بيض الفراخ البلدي على كام يوم، وكل المعلومات دي. فطبعا كل يا جماعة يكمل الفيديو للآخر، واللي مش مشترك معانا في قناتنا يوميات في مزرعة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وكله يعمل لايك للفيديو ده عشان أكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد. ويلا بينا يا جماعة ننزل نعمل لايك للفيديو ونرجع نحط البيض بقى تحت أم عاشور، ونعرف الرومي بيفس على كام وكل الكلام ده كله. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على طبعا يا جماعة أم عاشور هي الفرخة الرومي. طبعا كل اللي متابع قناتنا يوميات في مزرعتي عارفها وعارف ان هي رقدت، والرقدة جنب البطة هي. وطبعا خلصوا الأكل وأنا حاطط لهم المية، ولسه برضو هنأكلها ونشربها مع بعض، وهنحط البيض اللي أم نور عطتهوني اللي هي جابته لي يعني في السوق وكده وفاجئتني بيه، ربنا يخليها يا رب ويبارك لها. طبعا يا جماعه اللي تحتها بسم الله ما شاء الله بدل الرومي بتاعها دافي ومستقر. برضو هنعرف تحتها كام بيضه، وهنعرف دلوقتي الرومي بيرقد كام يوم. الرومي يا جماعه بيرقد 26 يوم، الرومي فتره الرقاد بتاعته 26 يوم في الشتاء، في الصيف ممكن يطلع على 23 يوم. اختلاف الجو يا جماعة من بلد لبلد ومن محافظة لمحافظة ممكن برضو يخلي الفرخة ممكن تقعد شهر تقعد كده، على حسب. وده يا جماعة بيض الفراخ البلد اهو بتاعت ام نور، طبعا الديك معاها هجين، انا بدأت ان انا ارص وكده. الفرخة ام عاشور يا جماعة النهاردة ليها 3 ايام رقد على البيض، النهاردة اليوم الرابع حطته لها، حطت لها بيض الفراخ، لان بيض الفراخ بيقعد في الشتاء بتاع 22 يوم او 23 يوم. برضو يا جماعة فأس البيض بيرجع من فرخة لفرخة، بمعنى ان في فرخة ممكن تكون مستقرة وبتضف البيض جامد جدا فتطلعه بسرعة، وفرخة ما تكونش مستقرة وتطلع البيض متأخر، وبرضو من وزة لوزة ومن بطة لبطة الحاجات بتختلف. يعني يا جماعة البيض اهو بسم الله ما شاء الله، انا حطيت لها 10 بيضات بلدي وكان تحتها 13 بيضة رومي، يعني تحتها بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي 23 بيضة. هي ان شاء الله ان شاء الله هتغطيهم وتدفيهم، وان شاء الله يا جماعة على 10 ايام برضو هنفرز البيض مع بعض ونشوف هل في جنين ولا مفهوش جنين، بحيث ان البيض اللي مفهوش جنين نستخلصه ونحوشه علشان تقدر تدفي البيض التاني، ونقدر يعني ان احنا نخليها تدفي البيض التاني وكده. وانا لسه بقى يا جماعة حط لها اكل دلوقتي هي والبطة، وهوكلها معاكم برضو، وهنعرف الاكل اللي بنقدر نقدمه للطيور الرائدة علشان ما يجيلهمش ديدان ولا يجيلهم الكلام ده كله. وان شاء الله يا جماعة هنفرز البيض مع بعض، والمية طبعا بتاعتهم يا جماعة لازم تكون نظيفة،
انا كنت لسه مالها له من امبارح، بس علشان انا حاطط عليها سانت كلور وكده، فهي ممكن تكون ظاهره ان هي لونها متغير وكده، لازم نحط لها سانت كلور يا جماعه علشان ما تبص. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، البطه برضو قامت تاكل اهي معاها اهم، انا ما بطلعهمش ياكلوا بره يعني، مخلوهم كده علشان بس الديك ما يضربش الفرخه الرومي او ان هو يخش عليها. انا بحط لهم يا جماعه نواشف، يا تحط لهم ذره، دي الذره البيضاء دي كويسه جدا وممتازه، لازم انا اغذيهم في فتره الرؤاده يا جماعه علشان لما يقوموا يبيضوا بسرعه، وكمان علشان يقدروا ان هم يكونوا دافيانين كده وجسمهم دافي فيطلعوا حراره على البيض. طبعا يا جماعه البطه بتضربها عادي هتيجي تاكل تاني، فلازم يا جماعه اوكلهم نواشف، بلاش بقى نوكلهم طبيخ وحاجات طريه والكلام ده كله علشان ما يجلهمش ديدان. طبعا الحاجات اللي بنبقى عاجنينها ديت الدبان بيقف عليها، والدبان بيكون واقف على الزباله والامراض فبيجيب لهم امراض وبنقول لهم عدوى. لا انا بوكل نواشف، بوكل ذره، بوكل دشيش، قمح، الكلام ده كله. ممكن ساعات بدلهم كده شويه علف، لما بيكون متوفر عندي علف بدلهم شويه علف برضو علشان يكونوا كويسين كده وممتازين. الذره البيضاء دي يا جماعه ممتازه ممتازه ممتازه، بتزود وزن الطيور بطريقه رهيبه جدا، وبالنسبه للناس اللي بتقول بتخليهم يليسوا والكلام ده كله، مفيش الكلام ده يا جماعه. الطيور اللي بتليس ديت بتبقى تراكمت عليها عدد دهون كبير جدا، او انت فضلت تديها في نشويات 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 نشويات، لكن احنا هنا بندي نشويات وخضار. وبرده يا جماعه بحط لهم برسيم، لازم انا احط لهم برسيم، البرسيم كويس جدا. وبالمناسبه يا جماعه انا لقيت البطه اللي كانت طايره اللي هي ام حماده، وعملت لكم فيديو عليها لقيتها ازاي ولقيتها فيها، وكانت عند جارتي، وعملت لكم فيديو برده عن البيض بتاعها لان جارتي جابتهولي. بجد يا جماعه اتصدمت من منظره، هوريه لكم دلوقتي برده، وانتظروا الفيديو ده. البيض يا جماعه بتاع ام حماده شايفين قد ايه، 13 بيضه، هم كلهم ماتوا، جنين مات فيهم على ان هم بردوا. انا حبيت بس اقول لكم عليها علشان البطه ظاهره في اول الفيديو، البطه ظاهره في اول الفيديو. طبعا الديك اهوت ما ينفعش ان انا اطلع الفرخه تاكل وتشرب بره علشان هو ممكن يضايقها، انا بسيبها تاكل لوحدها. البطه رقدت اهي برضو، البطه يا جماعه ما شاء الله اللهم صل على النبي مقرب هتفقس، هتفقس اخر الشهر ده يعني على واحد واحد كده يعني، عشان الشهر هي كانت راقده يوم 29/1، 29/1 و28/1 كده يعني، يعني ممكن تقعد لها 30 يوم 31 يوم كده. وان شاء الله برضو يا جماعه لما انا كنت عامل والله فيديو عن فرز البيض بتاعها واتمسح مني، فان شاء الله هبقى اصور لكم فيديو تاني دلوقتي، يعني بكره ان شاء الله هبقى اصور لكم فيديو عن طريقه فرز البيض وكده على الكشاف في الليل، ونشوفوا الجنين عمره قد ايه والكلام ده كله. وهي يا جماعه بقى الفرخه الرومي بتاكل اهو، والبيض برضه اهوت، بوري لكم مره تانية البيض بتاعها بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ان شاء الله هتغطيهم وتدفيهم. طبعا انا رقدتها مكان ام حماده على طول، وهي يا جماعه رقدت واستقرت. طبعا هي ما كانتش عايزه ترقد، او بمعنى اصح ان هي كانت عايزه ترقد بس ساعه الهواء والمطر والكلام ده كله خافت، فما كانتش عايزه ترقد تاني، فلما انا حبستها وكده اتعودت ورقدت بقى يا جماعه وحنت خالص بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، حنت على البيض. ربنا بس يكرمنا كده يا رب ويعدلها اليومين بتاعتها دول على خير، وان شاء الله تطلع لنا، ونشوف برده هتطلع لنا الفراخ البلدي ولا لا، ونشوف هل هي مستقره في الرقود ولا لا. ام عاشور يا جماعه رقدت عندي مرتين، مره حصل ظروف كده وما طلعتش اي حاجه خالص، والمره الثانيه برده حصلت ظروف والباب وقع بتاعها على البيض فما طلعتش، فربنا بقى يستر المره دي ونشوف. يعني انا بصراحه ما جربتهاش ولا مره بتنشف البيض كويس ولا لا ولا الكلام ده كله، طول فتره رقاده بتبقى راقده ومستقره على البيض الحمد لله يعني، وبيكون البيض تحتها دافي. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه، وحبيت اوريكم وانا بحط لها البيض واوريكم وهي بتاكل، والطيور طبعا بط رمضان الجميل بتاعنا اهوت، ان شاء الله عمره النهارده يا جماعه بقى 40 يوم، ان شاء الله هبقى اوزنه لكم على 50 يوم لكل الناس اللي طلبت مني الوزن وكده. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته، وان شاء الله يا جماعه ده يوم بيوم وخطوه